إذا متابع قناة شارع قناة شو تبي أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة الغاز مدينة طنجة. كما قلت في العنوان، رغم البرد القارس حركية كبيرة تعرفها شوارع عروس الشمال في هذه الأثناء. كما تشوفوا متابعينا الأوفياء، حركية كبيرة تعرفها شوارع المدينة في هذه الأثناء، مع طبعا اليوم كيكون هو يوم الجمعة وغدا ويوم السبت والأحد، يعني بداية نهاية الأسبوع إن صح التعبير. اليوم كتكون حركية كبيرة جدا في مختلف شوارع عاصمة البغاز مدينة طنجة، وأيضا مش غير عاصمة البغاز مدينة طنجة وإنما المغرب بشكل كامل. النقل الحضري للمدينة، أي مدينة في المغرب هو رمز الحركة. إذا شنو النقل الحضري مازال كاين، إلا وأن الحركية مازال كاينة في شوارع هذه المدينة اللي فيها النقل الحضري. كما شفنا حاليا أو في هذه الأثناء، النقل الحضري مازال خدام في عاصمة بوغاز. هادشي يعني أن الحركية مازال كاينة، وهادشي يعني أن الساكنة مازال متحركة في هذه الأثناء. فهذه هي عاصمة البوغاز مدينة طنجة متابعينا الأوفياء على الهواء مباشرة في تمام الساعة 8:50 من مساء يوم الجمعة. كتقول لي متابعينا الأوفياء انتوما شنو هي الأجواء اللي عندكم في المدن ديالكم أو المناطق ديالكم، علما أن مدينة طنجة في هذه الأثناء تمر من موجة برد قارس. وماشي غير مدينة طنجة، المدن الشمالية المملكة كلها تقريبا تمر من نفس الموجة، خاصة المدن الساحلية تمر من موجة البرد القارس. فاكتبوا لنا متابعينا الأوفياء انتوما منين كتابعوا البث المباشر، وشنا هي الأجواء اللي عندكم في المدن ديالكم أو المناطق اللي كتابعوا من خلالها هذا البث المباشر. متابعي الأوفياء، بعد ما عرفنا وإياكم أجواء عاصمة البغاز كما قلت في تمام الساعة 8:50، على أمل أن أراكم وأن ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة مباشرة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.